كيف هذه المرأة التي كانت سيدة النبي محمد وولية أمره وولي نعمته وولية نعمته ولحم كتافه من خيرها، كيف هذه المرأة اللي حتى رجاحة عقلها من الناحية الإسلامية أفضل من رجاحة عقل محمد؟ دليل على ذلك، دليل لما نزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، خاف، ما كان يعرف شو القصة، قال دثروني دثروني، زملوني زملوني. لما اجت خديجة حطت عليه البطانية وحاولت تهديه، قالت ايش فيك؟ قال اني خشيت على نفسي، طلع لي عفريت. قال والله لا يخزيك الله يا ابن العم. وصارت هي تشجعه. كيف هذه المرأة صارت ناقصة عقل؟ في الإسلام النبي محمد كان أول من يغدر، يعلم أصحابه الغدر. لما أرسل، حديث مزعج هذا، محمد بن مسلمة لكي يقتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان يهجو محمد، ولكن ما كان يقدر يوصل له إلا بخدعة، بغدر. فإجا محمد بن مسلمة قال يا رسول الله إنه أنا على اتصال معه، ولكن إذن لي إني أروح أتكلم فيك. قال عادي روح، أذنت لك. فأخذ معه أخوه لمحمد، لكعب بن الأشرف، أخوه بالرضاع، وراحوا لعنده، ولين ما تمكنوا عنده قال اعطني راسك أشمه، أنه ريحتك حلوة كثير. محمد هذا يشرف، كعب بن الأشرف هذا من كان من أجمل الرياجيل، كان النسوان تموت عليه. فلما أعطاه رأسه المرة الأولى لا، المرة الثانية ذبحه. في قصة حقيرة سافلة يعلمك كيف تغدر بأصحابك. ترى ديروا بالكم إذا واحد قال لكم أنت ريحتك حلوة كثير أعطيني رأسك، لا تعطي رأسك، خطر. طيب، نحن اللي نعرفه أستاذ محمد إنه بزمن الجاهلية ما كان فيه شيء اسمه حقوق المرأة لا كان فيه وتكريم المرأة. الدليل أن خديجة كانت تاجرة. صح؟ كانت تاجرة صح، بس إنه يعني بزمن الجاهلية كانت، يعني ما بعرف إذا أنت كمان بتعرف هذا الشيء، كانوا مثلا يستعيروا نسوان بعض، مثلا اذا كانت يعني كان عنده المولود لو كانت بنت كانوا بيقتلوها مشان ايام الحروب أنت مصدق وايام هذه الفتوحات. الكذبة؟ انا هيك سمعت، يعني هيك تنحكى قدامي، يعني انه الآن خليني أسألك، لو كانوا يقتلون البنات مش المفروض إنه العرب يكونوا انقرضوا؟ بعد مجيء، انا الشيء اللي بعد ما شفنا الديانه الاسلاميه استاذ محمد، يعني خاصه تكريم اللي كرمت المراه، امك ايوه ثم قل لي امك وين ثم امك كرم ثم المرأة ابوك. في الإسلام؟ طيب هلا اذا أعطني مثلا في حكم بعد، واحد، حكم واحد في الإسلام كرم فيها المرأة. طيب الايه اللي كانت عم تحكي امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، لما هذه انت الأمة اللي هي ناقصة عقل، صح؟ استاذ محمد اذا كرمت امك اكيد راح تكرم عائلتك. النبي محمد كان يكرم أمه، كان كرمها ولا دخلت النار؟
طيب انت اعطيني وين طلعوها ناقصة العقل؟ يعني انت امبارحة بالحديث كنت عم تقول انه عن الشهوات انه بتجي بتغتصبها وهي لازم ما بتنبسط. طيب انه مثلا هذا الشيء بيكون اتفاق بين الزوجات، وين ليس مكتوب؟ وين انه مكتوب انه لازم يكون اتفاق؟ ما في اتفاق. لا لا بين البشرية، مو انه لازم يكون مكتوب بين لا لا البشرية، انت لازم يكون تتفق مع مكتوب، لانه احنا مرتك. عندنا نص. النص شو بتقول؟ يقول اذا اراد الرجل زوجته او ناداها للفراش وامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعندنا آية ثانية شو بتقول؟ بتقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم وعندنا حديث هذا صحيح. صحيح يقول رأيت أكثر أهل الناس أكثر أهل النار النساء، وسماهم بناقصات عقل. هذه كلها عندنا نصوص واضحة بأن المرأة ناقصة عقل، ناقصة دين، وأنها أكثر أهل النار، وأنها إذا امتنعت من زوجها تلعن، وأنه يجوز لنا أننا نروح نشتري وحدة من السوق وننكحها ونغتصبها. قال فواحدتنا وما ملكت أيمانكم. وين كرم المرأة؟ طيب لو اذا ما في هذا الشيء استاذ محمد، شوف انت بدول الاوروبيه معطين حقوق المراه زياده عن اللزوم. شوف نسبه الطلاق اللي صايره لحظة بيناتهم لحظة والولاد اللي عم لحظة لحظة، يتشردوا هل احنا مقارنه متفقين بباقي على انه هذه المسلمين. الامور اللي انا ذكرتها امور غير اخلاقية؟ لا طبعا. هي امور اخلاقية انك تضرب زوجتك؟ لا طبعا. امور اخلاقية انه انا اجي اقول لامي ناقصة عقل؟ لا طبعا. أمور أخلاقية أنه أنا أروح أشتري وحدة وأنكحها؟ لا طبعا. تمام. طيب شو نعمل برأيك؟ على كل إنسان وهو وأخلاقه أستاذ محمد، يعني إذا مثلا أحسنت. نزلت الأديان بشكل صحيح، وفي مثلا إذا في مين مثلا غير بالأحاديث ولا ضاف ولا صار كره بالأديان، شوف بنعتبر الأديان هلق 3 ديانات اللي مثلا يدعوا للتوحيد وعندهم إله واحد، مثل المسيحية، اللي نفترض مثل المسيحية مثلا بيحطوا الصليب. المسيحية ما بيدعو إلى إله واحد، ما حدا هم مين هو إلههم بالضبط، ولكن احنا كلامنا مش عن المسيحية. اليهودية عندهم إله يصارحه يعقوب يصرعه وبيتعب هذا الإله. إله هذول الثلاثة ما بيشبهوا بعض، فمن الغلط أننا نعتقد أن هذول الثلاثة لهم نفس الإله. مثلا حاطين اللي شو اسمه، ما خليتني كفي الفكره استاذ محمد. يجوز يعني كلامك صح انه مثلا عندهم اله ثاني، هني اصلا بيقدسوا سيدنا عيسى كابن الله او ولي الله، وفي مين في قسم منهم بيسموه مثلا روح المقدسي يا كمر، في منهم بيسموه مثلا روح المقدسي. لنفترض مثلا حاطين مثلا اكثرهم حاطين لك الصليب برقبتهم، والصليب كان مثلا على زمن اليهود، هن اللي عذبوا مثلا سيدنا عيسى وصلبوه. لنفترض لو بدال اليهود في زمن العثمانيين كان خازوق استاذ محمد، هل يا ترى لو معذبينه هيك العثمانيين، وكمان العثمانيين ما كانوا اسلام بوقتها، كان المسيحية حطوا الخازوق برقبتهم مثلا؟ انه مثلا يقدسوا. حتى هو ممكن نقلب الآية كمان، نقلب الآية مثلا، لو كان
المسلمين مثلا ما طلعوا في مكة، والنبي محمد مثلا طلع وين؟ طلع في الهند. تعرف احنا الآن شو كنا بنعمل؟ كنا نروح تحت البقرة ونغسل عيوننا وشعرنا ووجوهنا ببول البقر، وإذا كنا في استراليا كنا راح نعمل هذا الشيء ببول الكنغر. نفس الكلام، لو ما كان عندنا هذا الحجر الأسود، لو كنا مثلا في أوروبا، في اسكندنافيا، لو النبي محمد طلع في اسكندنافيا، أنت الآن في السويد صح؟ نعم. بدل ما كنا نبوس الحجر الأسود، كنا نبوس هذه الزهرة، التاج الزهرة، الزهور تبع الصيف، تتذكره؟ نعم، اللي كنا راح بيحتفلوا نبوس فيها. هذا الكلام. وكنا بدل ما نصلي وهو صلاة الضحى فقط، لأنه فقط ممكن يصير عندنا ضحى في الصيف. لذلك أنت حسب المكان اللي أنت راح تطلع فيه، أنت دينك راح يصير بهذه الطريقة. أنت اليوم تتوجه شو بيسموها، لمكة، لما بتصلي، لأن ببساطة شديدة محمد طلع من هنا. لو محمد كان طلع الاسكندنافي، أنت اليوم كنت راح تصلي إلى القطب الشمالي، ما تصلي إلى مكة. طيب حبيبي لقمان، الظاهر انك مشغول. اي والله راح اروح اشوف طيب الاستاذ محمد. شكرا لك حبيبي، مشكور لك كمان استاذ محمد، حبيب محباتي، الله. دير بالك على حالك، الله يسلمك. سلامات. طيب عندنا مسلم على الجيست. مسلم على الجيست. مساء الخير، صباح يا الخير. نور يا هلا، بس شو اسمك هذا؟ عندك ضجة يا درار درار، ثواني اشيل السماعات. سامعيني هيك تمام؟ الآن أحلى، حلو حلو. اسمك شو كان أخي؟ درار درار. ضرار؟ ايوه أوكي. طيب، الله يسعد ضرار. انا ماني مسلم. يعني خلفية مسلمة، خلفية سنية، بس طالع بسأل لك شغلتين لو سمحت. طالع عندنا ناس فهمانة تقدر تناقش، نستفيد منك ومنهم، لأن اللي هذا عم لما يصادون. يكون عندك إمكانية تفتح بث، طلع عندك ناس فهمان يا أخي. شكرا لك، أنا طلعتك لأنك أنت إنسان مسلم، كان في عندك غيرك كان ممكن يطلع. طيب في عندنا مسلم بده يطلع. جاد أنت مش طالب جيست. حسن ولا أنت طالب جيست. المسلم يكتب رقم 7 عشان نعرف. جان أوكي. ضياء الخزرجي، حسن ناجي. طيب لنرى، نعمل محاولة ثانية. نهاية، لا يوجد عندنا هذه الأسماء. طيب نعمل محاولة ثانية.
الناس اللي على الجيست فقط، مش الناس اللي جالسين فقط متابعين. مين اللي كان مبسوط بدينه هذا؟ أنا أشك في أنه يكون في مسلم مبسوط بدينه. مبسوط بالتيك توك ممكن، مبسوط بمايا خليفة كمان ممكن، بس مبسوط بدينك هذه بعيدة شوي. ايوه عندك مشكلة بالصوت يا ابو خال. السلام عليكم. عليك السلام يا هلا. سمح لي انا ما طلعتش حتى ما عنديش الوقت بزاف، غادي ما عرفتش الموضوع علاش كتهضر. آه يا شرف باشا، الهضرة عن الشريعة الإسلامية. عن الشريعة الإسلامية أنا غادي نقول لك غير الرأي ديالي. بالنسبة لي أنا دابا ما بقاتش شي حاجة سميتها الشريعة الإسلامية، حيت دابا كاين غير الاقتباس. ده كان شو اسمها؟ لا حيت غير ممكن، خصوصا الناس اللي عايشين في أوروبا غير ممكن تطبيق الشريعة الإسلامية كما هي. ليش؟ يعني فقط اقتباس، فقط اقتباس اقتباس؟ من الإسلام ما هو ممكن تطبيقه في وقتنا الحالي. اوكي شكرا كثير لك شرف باشا، شكرا حبيبي، شكرا. اهلا وسهلا. يعطيك العافية أستاذ محمد. هلا بخصوص الشريعة الإسلامية، بدي أخذ بس صورة قبل وبعد الشريعة الإسلامية لناقش إذا كانت هي صح ولا غلط. أنت بدي أشوف مسلم يا طبيعة جان؟ المسلم سني. من أنا سني بعرف سؤالك، حنفي ولا مسلم سني سني؟ من جماعة أبو أنا خجلان؟ ما في جماعة أبو خجلان، في مسلم سني موجود. آه لا، هي في جماعة مسلم أبو سني خجلان، هذا من جماعة جماعة أبو خجلان أنا ما سمعتها من قبل صراحة. مثلا خليني أعطيك مثال. مثلا أنت تفضل. كرجل مسلم سني تؤمن بما في البخاري ومسلم؟ أكيد بؤمن بأحاديث البخاري ومسلم، أكيد. يعني تؤمن بأن النبي محمد مثلا تزوج بنت عمرها 9 سنوات صح؟ هلا الموضوع، إذا موضوع لا أنا سيدتنا بس عائشة أسألك عمر سؤال، تسع أنا بس سنوات خليني أعرف هذا الكلام. شو السؤال؟ إنه تزوجها وعمرها 9 سنين؟ لا تزوجها عمرها 6 ونام معاها نعم. وعمرها 9، تؤمن بأن النبي محمد طيب فعل هذا الشيء؟ هلا إذا مذكور بالحديث معناتها صارت، بس شو الظروف اللي خلته يتزوجها وعمرها 9 سنين؟ بعد والله ما كان صارت في ظروف سيدتنا صعبة عائشة صراحة بالغة عايشة وراجدة، فيها، كان اشتكت من هذا هذا كثير الموضوع عليه الصلاة لما والسلام. كبرت وصارت بالغة راجدة، اشتكت من هذا الموضوع، قالت إنه كانت أنا مغتصبة، قالت إنه أبي صادر رأيي طفى وزوجني غصب الراديو، عني، ما كان بدي هالزواجة. طفى الراديو شوية. الظروف اللي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظروف صعبة صراحة، لأنه كان خديجة مات والإمكانية الوحيدة اللي تصريف الجنس عنده راح، فكان عليه الصلاة والسلام كان يروح يرتاد على بيت أخوه صديقه والصاحب الروح بالروح الأنتيم أبو بكر الصديق. فكانت عائشة كانت تلعب يا عيني تتنطط عمه وعمه، يا عيني هي كانت تغني له، يمكن كمان ما أخذينا من هاي الأغنية
عمو عمو عمو، شفت انا حلوة ازاي؟ عمو عمو عمو، شفت انا طعمة ازاي؟ بس بس هو شكله كان دماغه في مكان ثاني، فطلب ايدها. هذا هو الظروف اللي احنا بنعرفها، ان عائشة ماتت وهو طلب ايدها وابو بكر وافق، وهي عمرها 6 سنين، وتزوجها وبعد ما وصل يعني دخل بها لما عمرها صارت 9 سنين يا عيني. فهذا اللي أنا كنت أقول لك عليه يا جاد، أنت تؤمن بهذا الكلام؟ تؤمن بأن النبي محمد مثلا فعل هذا الشيء كما هو في البخاري ومسلم؟ طيب هلا الشريعة الإسلامية وقفت عند هذا الموضوع، خلينا بس نحكي عن القبائل العربية أستاذ محمد. يا أستاذ محمد، القبائل العربية بس أعطيني قبل وبعد، أنت زلمة دارس تاريخ ومثقف وعندك انت دارس معلومات تاريخ، ما شاء الله، دارس تاريخ انت يا جاد؟ مطلع وبقرأ على الإنترنت جميل. كثير قل لي ومطلع، ما الكتاب في التاريخ وعندي اللي قرأته؟ فكرة. معليش جاد، قل لي ما هو الكتاب في التاريخ اللي قرأته؟ بس نحكي بشكل مختصر. مثلا لا لا خلينا لا نحكي على لا القبائل لا لا العربية لا، قبل فترة قل لي يا جاد، جاد لما اتكلم لا ماشي، تتكلم. قبل فترة جاوبني ظهور الإسلام جاد جاد أستاذ جاد محمد. جاد جاد، انا بتكلم وانت بتتكلم بنفس اللحظة. قل لي ما هو الكتاب اللي قرأته في التاريخ مثلا؟ أنا قلت لك دارس عبر الإنترنت، مطلع، دارس مثلا قبائل العربية بأسمائها كيف ايوه، قل لي كانت اي قبل كتاب، قل الإسلام، مصدر انت وكيف قرأت منه. مثلا أنا حطيت على الجوجل القبائل العربية قبل الإسلام، فأي هبل طلع لي طلع لك صرت قبائل تقرأ بكر، فيه؟ إيه طلع لي مثلا قبائل بكر وتغلب بشكل واقع وشكل مختصر لغاية النعمان بن المنذر، لغاية المنازرة والغساسنة كيف كان وضع القبائل العربية، وكيف كسرى ملك الفرس استدعى النعمان انا بن كلامي مش المنذر عن كيف هذول، كانت. كلامي انا كلامي عن الشريعه الاسلاميه. العرب تمام، وضعهم قبل الاسلام هذا لما اتفاق ظهرت عليه. الشريعة الإسلامية جاد بتقاطع كثير لما الواحد يتكلم، تعرف يعني عندك مشكله في مشكلة ما بقدر الموبايل. بحكي أنا، لما تفضل. بتكلم، لما بتكلم حاول تسكت عشان تفهم اللي انا بقوله. انت الان كل ما ذكر قبل الاسلام لا قيمة له من الناحية الدينية، لماذا؟ لأنه لم يصل إليك بسند متصل من ناس مقبولي الرواية، عرفت كيف؟ إذا كل التاريخ العربي الذي أنت عندك عبارة عن حكايات أكاذيب. الآن في السيرة النبوية مثلا، في حياة النبي محمد، ماذا قرأت في ذلك يا جاد؟ شفت التغير اللي صار، شفت التغير اللي صار، يعني ماذا شفت ال استفهمت؟ بس افهم السؤال يا جاد أرجوك، ماذا قرأت من كتب السيرة؟ ما في كتب بالسيرة النبوية، هي السيرة بحد ذاتها كتاب ومعروفة للجميع، أي واحد موجود ما عندك هو عند بث الكتاب اللي قرأته بيعرف. في السيرة النبوية؟ ما في ولا كتاب، هي السيرة النبوية، في كتاب نفسه اسمه السيرة النبوية لمين؟ نفسه. هذا ما متذكر لمين، بس ما في واحد إلا ما قاريه، ما في واحد إلا ما درسه بمنهاج المدرسة كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة من بعده يعني والتفاصيل انت والأحداث، يعني صارت معلوماتك، موجودة. انت معلوماتك معلومات انت طبعا من سوريا صح جاد؟ أنا من سوريا. إيه انت معلوماتك عن السيرة النبوية اللي كانت يدرسوا لكم اياه في المدرسة، في مدرسة كانت الدولة تطبق فيه النظام البعثي صح؟ النظام البعثي، خلينا نقول إذا هذه السيرة مدارس سوريا النبوية راح معروفة. يطلع لك محمد بعثي، ما راح يطلع لك محمد رسول الله. طب هلا الفكرة وين يعني بالضبط؟ انه لازم انا طبعا ادور على نقاط. لا، مو تدور على نقاط يا حبيبي. الفكرة لما تأتي تتكلم على الأقل عن سيرة رجل أنت تقتدي به، على الأقل لازم تعرف على الأقل ماذا كتب عنه من المصادر الأصلية في شريعتك الإسلامية.
هذا حديث بيطول استاذ محمد، يعني بده ساعه. بدي اذا بدي اقعد احكي لك شو قاريين وشو دارسين بالناس، كل الناس اساسا بتعرفه، يعني ما مو بس انا، يعني كل الناس بتعرفه، كل شيء عندك على البث انت كنت بيعرفوا تعرف، انت المراحل من بتعرف وقت لحظه ما انت نزل الوحي. بتعرف، خليني اقول لك، هل تعرف انه نبيك محمد نكح امراه بعد ما قتل زوجها وابوها واخوها؟ مين هي كمان؟ صفية أم المؤمنين. وين الإثبات بهذا الشيء؟ من أي مرجع موجود هذا الكلام؟ السيرة النبوية في سيرة ابن هشام البخاري، عند جميع البخاري وين؟ العلماء بأي صفحة؟ المصريين. لحظة جاد، لا البخاري كتب تشوش، إنه الرسول جاد لا تشوش، لما بتكلم بذكر المصادر لا تشوش. صفية هذه كانت بنت سادة من السادات. النبي محمد قتل زوجها، قتل أخوها، قتل أبوها، ثم سباها، ثم بعد ذلك يعني قال لها أنا راح أعتقك ويكون عتقي إلك هو بمثابة مهر لزواجك، وصار ينكحها بهذه الطريقة. أنت كنت تعرف هذا الشيء من قبل؟ استاذ محمد، لا ما انا تجاوبني بعتذر بجهالة منك. يا جاد، جاوبني، كنت تعرف لا هذا لا، الشيء؟ ما بقدر حاور بهالطريقه، انه اكون مقيد. انت حوارك مقيد، انا انت ما هو بدك هكذا يعني احكي هكذا انت لما تروح يعني المسجد، بطريقه ديكتاتوريه. ايش رايك لما تروح ديكتاتوريه، انت تتناقش؟ كنت قبل شوي عم تحكي عن نظام البعث قبل شوي اذا خجلان قول خجلان، ما عندي مشكله، اعطيك مساحه كبيره جدا عشان تعرف كيف تتكلم، ولكن ببساطه شديده اذا ما بتعرف تحاور، انا اقول لك أنت كنت تعرف هذا الكلام؟ أنت ما بتعرف هذا الشيء، أنت كل معلوماتك عن حياة محمد ماخذها من مدرسة البعثيين. عرفت كيف؟ بينما في الشريعة الإسلامية الناس الذين كانوا يدرسون الشريعة الإسلامية من البوطي وكفتار وحسون إلى وانت نازل، ببساطة شديدة هذول الناس كانوا عارفين إيش هي الشريعة الإسلامية. هذا الكلام اللي أنا بقوله عارفه الناس الذين درسوا هذه السيرة النبوية. أنت مش دارس هذا الكلام، لذلك لديك صعوبة شديدة في أنك تتقبل مثل هذا الكلام، هذه الإشكالية. يلا معلش، أبو ليلى، أبو ليلى، يا لها من ليلة تعيسة على أمة بائسة. طيب نشوف، نسأل الأخوة إذا أحد من الموجودين على الجيست مسلمين يكتبوا لي رقم 7 عشان نساعدكم يا أخوة. يكتب 7، أياد مسلم، جيد، مارديلي كمان، مو كمان، ما وأنت ما طالب قس يا أبو خالو. أم نعم، ألو،
ايه تسمعني يا حجي؟ انا بسمعك، انا مش مش حجي، انا بس عندي اني اعمل عمره. قل لي يا عمري، والله انك بندوق الشعب، تفضل سؤالك. انت مسلم يا ماردلي؟ مسلم مسلم، بس لا تجي تتبندق عليه وتجيب له الاحاديث غير صحيحة. يعني بندقتك جماعة بلاهاش. مسلم خذلان انت؟ انا مسلم ولك. ها؟ لا، انا مسلم. نعم، بس انا عندي سؤال لك لو سمحت. جاوبني، انت من جماعة مسلم خذلان ولا مسلم بخاري ولا مسلم ايش؟ البخاري، بخاري، بتحب البخاري؟ ها؟ احب البخاري. تحب البخاري انت؟ يا جميل. انا ما بحبش البخاري، تعرف ليش ما بحبه؟ ليش؟ لانه جعل كثير من المسلمين في أسوأ الحالات الأخلاقية. بالضبط هذا اللي بتكلم عنه. طب انت ليش مضغوط؟ بشرفك ليش مضغوط؟ يعني في، هل هناك مسلم قد جاوبني يا عاشر؟ ماردلي، ماردلي، أنت ليش تعتقد أن هذه الشريعة، رغم أنه بيقول يعني وإنك لعلى خلق عظيم ونبيك أرسل لإتمام مكارم الأخلاق، ولكن بنشوف هذه الكمية الهائلة من المسلمين اللي ما عندهم أخلاق برأيك، ليش؟ هل هذا دليل على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فشل ذريع في تربيتكم من الناحية الأخلاقية؟ لا تعرف وين المشكلة؟ انه انت مثلا طالع احد تسأله ما تعطي مجال يحكي، دكتاتوري. يعني انت لا، مشكلتك مو ما أسمع يحكي، مو ما أخليه يحكي، أخليه يحكي، ولكن شو أسوي إذا كثير من المسلمين يقتدون بالصحابة، والصحابة كانوا همجيين، ما كانوا يخلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحكي وهو على المنبر، مثل ما فعل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حتى كان يضطر عليه الصلاة والسلام ينزل من المنبر عشان يسكتهم. أنا ما أحتاج أنزل على المنبر، أعمل لك كتم وأنزلك إذا مارست نفس همجية الصحابة. لا كفو يا عضلات التيك توك انت. قسم بالله. طب من وين انت؟ من وين؟ بغض النظر، أنا بتكلم عن الشريعة الإسلامية، من جالس في حفلة تعارف. طيب، انت من وين؟ من وين؟ بما أنك أنت مسلم يا ماردلي، بس أعطيني اسم إنسان أناديك به. انا فيك تناديني سيدك، سيدي. اسم إنسان، مش أوهام وهلاوس. اسمي ليس. اسمك ليث؟ نعم ليس، بس بعد اذنك حط ايدك تقدر على راسك تفتح ما تسمع اسمي. الكاميرا يا ليث؟ افتح الكاميرا ولا تخسي؟ ليش؟ اتخسي ليش انتم اخلاقكم بهذه الطريقة يا ليث؟ لانه انت اخلاقك اتخسي. لا، انه انا اخلاقي افضل من اخلاق القرآن. القرآن هو يتكلم تقريبا باللغة اكثر من اللغة اللي انت بتتكلم فيها. بالضبط هكذا. والله انت انت شفت اخلاق القرآن، انتم اليوم ما تطلعون تدافعون عن القرآن تتحولون إلى كائنات صبيانية، كائنات همجية، ليش؟ ليش؟ لأنه انت مثلا تجيب يعني احاديث غير مثلا صحيحة. أعطيك مثال، هل هذا بسبب أن القرآن يعني يدعو إلى السب ويشتم الناس بالعرض وبكل حاجة، عشان هيك كثير من المسلمين لما يحاولوا يدافعوا عن هذا الغباء بيتحولوا هم كذلك إلى كائنات غير مؤدبة؟ هلا انت انا عندي سؤال، انت تسالني اجاوبك. اسالك ما تجاوبني. انت من وين؟ أنا من العراق، كل الناس عارف هذا الشيء. ايه مطي، ايش يطلع منك؟ هل أنت ترى أن أهل العراق مطايا مثلا؟ لا والله اهل العراق والله كفو قسما بالله، بس انت مثل اشباه سلوان بوميكا واشباه الاخشنت مطيين، ما يطلع من كل شيء. بس يعني عضلات تيك توك فقط، انت تطلع الواقع العكس، أنا يطلع أشوف مسلم العكس، يطلع تعرف مسلم. ليه؟ يعني مثلا أنت الآن يا ليث، أنت وين عايش مثلا؟ انا بالمانيا حول والله بالضبط العظيم. هكذا. أنت هربت من بلدك رغم أن اسمك ليث، المفروض أنك تكون غضنفر تنقض على الفرائس. هربت من سوريا، عرفت كيف؟ هربت من سوريا، هربت من جنة الخلد، وجيت لعند الكفار عشان تورجينا عضلاتك التيك توكية، وتهدد وتعمل وتزمجر وتزأر فقط في التيك توك، على الأرض ما فيش حاجة، أنا حتى ما هديت الكاميرا خايف تفتحها. والله، أنا ما هديت يا محمد. أنت إذا تشوف مسلم بالواقع والله تركع له قسما بالله، وتمس له قضيبه وتقول له أنا آسف يا أخي على هذا شو الكلام. بعمل؟ تمس له قضيبه.
انتوا عندكم هلاوس جنسيه ورثتموها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب سؤال سؤال يا محمد في هذه الامور. سؤال سؤال، انت من يومين كنت تتحدث عن ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح قضيبه بثلاث حجرات وما حجرات، صح؟ وانت تسال المسلمين انه كيف ينظفون انفسهم. طيب انا كليس ما لي علاقه بمحمد ولا علاقه بالمسلمين، انا لما اتبول من قضيبه هل يمكنني ان امسحه بشواربك؟ هذا الشيء انت بتحب هذا الشيء؟ امسح بشواربك ايه؟ بتحب هذا الشيء؟ احب هذا الشيء نعم. فاذا فيك تبعت شواربك انك بتحب هذا الشيء عليك. خليني اقول لك شغله ثانيه عليك انت ببساطه شديده، لان هذا الدين كل ما يخلي شخص يدافع عنه يحوله الى كائن سادي. هذا كائن السادي يتلذذ باحتقار الآخرين، بمسبة الآخرين، باغتصاب الآخرين. النبي محمد كان يتلذذ بالاغتصاب مثلا، كان عنده 9 نسوة ولكن كان يصر على أنه يغتصب طفلة صغيرة يدوب يعني عيني كانت تكبر. طب أنت ليش مضغوط؟ هو طلال وأنت مطلع. خليني أجاوبك. وكذلك الصحابة كانوا يروحون يقتلون الكفار ويغتصبون نسائهم. أنت لأنك أنت بتدافع عن هذه المنظومة، عن هذه الأخلاقيات القذرة، فأنت أكيد راح يكون عندك نفس التفكير، نفس العقلية، نفس القدرة على أنك تكون عندك أي نعم بدي أنا أمسح قضيبي، بدي أغتصب، بدي أقتل، بدي كذا. وأنت نهايتك تعمل هذا الكلام، نهايتك تطلع على التيك توك، هربت من بلدك، جيت لعند الكفار ذليل، تذكر كلمة الذليل هذه، ذليل تتسوى للحياة عند الكفار. ليش؟ لأن قرآنك الأهبل وصولة ما أعطى قدرة على أنك تعيش حياة كريمة في بلدك. فشو عملت؟ جيت تتسوى للحياة عند الكفار. مثلك مثل ملايين المسلمين اللي هربوا من الشريعة الإسلامية اجوا لعند الكفار عشان ياخذوا من خيرات الكفار، عشان يطلعوا على التيك توك، عشان يسبوا في الكفار ويمدحوا الشريعه اللي هم هربانين منها. طيب طيب يعني طيب يا جي، لما تدق الباب بدك تسمع الجواب يا مطي يا يعني مالي مالي. كلمه المطي ذكرني بايه في القران، ايه سخيفه هي ولكن هي ايه كيف ما كان، يعني من الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله. أنت بهذه الطريقة لما مثلا تصف شخص بأنه مطيء كأنك تقول يا إلهي الحمد لله على نعمة قلة الأخلاق اللي علمتنا إياها. لا 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 والله، هذا نفس الطريقة القرآنية. أنت الآن أنت مش 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 يعني شايف نفسك، أنت الآن عمليا تطبيق عملي لما موجود في هذا الكتاب الأهبل. أو نحن جميعا يا ليث، كل ما حاول الإنسان يطبق هذا الكتاب أخلاقه راح يكون في تدني مستمر. لا إنه سؤال يعني إنه كل العالم أغبياء ولا أنت ذكي؟ لا لا لا، كل العالم أذكياء إلا شرذمة من الذين يطبقون هذا المصحف الأهبل. شيل قزوز بيريد قسم بالله، أنت حديث ما تعرف فيه المصحف. لازم تروح تجيب مثلا حكايات وجوالات من الانترنت وتجي تحكي فيها. لا انا رجل دارس شريعه يا مسكين، يعني انا رجل قضيت حياتي في دراسه هذا الكلام، وانت شفت بنفسك. انا لما بتكلم بالدليل، بالكتاب وبالسنه وبما لا يقبل مجال للشك. ولكن انتم ناس مساكين، اللي تعلمتوه من قرانكم هم مجموعه امور: ضرب النساء، نكاح الاطفال، سب الكفار، قتل الكفار، الاحتقار الكفار فقط. طيب سؤال يا محمد، بشرفك بحياه الغاليه مشفروت، هل انت بالواقع يمكنك، ما بعرف احكي بالفصحى لانه انت عراقي بتفهمني صح بالسوري؟ أنا أتكلم بالفصحى بلغة قريش، بلغة القرآن. سؤال يعني وضيع وجارح شوي. حبيبي، أنت بالواقع تحسن تحكي لواحد مسلم، هل يمكنك الكلام هذا الكلام المسلم؟ ها؟ شو؟ هل أنت بالواقع بتحسن تحكي هذا الكلام لمسلم؟
اي والله دائما بقوله لكل الناس. إيه اللي بتحكي له هالكلام وما بيعطيك واحد بيضحك بتكون اخو قحبه والله. شو يعطيني؟ انت على فكره انت بتضحك لحالك، ما حدا فاهم عليك شو بتقول. لا لا انا تعرف المشكله لما لا تحكي تقول مثل موسى اسمع موسى اسمع